بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي طلاب قسم الاحياء في كليه العلوم جامعه الملك خالد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده بنواصل الكلام في شعبة الحمليات وبنتكلم في البرميات في المثال اللي بنتكلم عليه الضفدع وبنتكلم على الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي respiratory سيستم للضفادع اليافعه رئات خلاص طالما ان هي خرجت بره الميه يبقى تتنفس بواسطه اللون أما الأطوار اللي هي اللي كان الطور أبو جنيبة أو التيتبول ده طبعا بيبقى موجود في المياه ولازم يتنفس بواسطة الإيه الخياشيم أو الجلس تشتمل الأعضاء الرئوية في الضفدع على الحنجرة والرئتين الحنجرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن حجرة كوميثرية الشكل تدعمها ثلاث غضاريف الغضروفين ترجعها ليين اللي هم بيسموها يحصلان بينهما فتحة طويلة هي فتحة الجلوتس أو فتحة المزمار وغضروف حلقي روى رقم ثلاثة يبقى عندي هما ثلاثة اثنين واحد غضروف حلقي بسموه سيركويد كارتليج يحيط الجزء القاعدي من الحنجرة ويمتد من الغضروف الحلقي نتوئين رئويين يدعم يدعم كل منهما قاعدة الرئة المقابلة في داخل الحنجرة يوجد شريطان مرنان يمثلان إيه الحبل الصوتي زي أي حنجرة الحبلين الصوتيين يعني الفوكال كوردس وتتصل بكل منهما كرة غضروفية وتكون في الذكور أكبر طبعا إيه طبعا تكون هي موجودة أكبر من الإناث لأن الصوت الذكر بيبقى أعلى لأن كمان فيه الجزء اللي بيكبر الصوت هو الصوت والرئتين عبارة عن كيسين إسفنجيين مرنين، مبطنين بطلائية كثيرة السنايات طبعا لزيادة السطح تحتوي على خلايا تفرز المخاط وتسمى هذه الثنايات بالعوارض أو الترابيكولي والحجرات المحصورة بينهما تعرف بالحويصلات بي الهوائية أو الألبيولاي أو الأير ساكس وليتم فيها طبعا تبادل الغازات ده زي ما احنا شايفين الجزء الصغير ده اللي هو الفتحة الموجودة هنا اللي هي فتحة الايه المزمار وده الغرفين الغضروفين اللي الترجهاليين والغضروف اللي تحت ده اللي هو الغضروف الحلقي اللي بيدعم الرئتين انه في نتوئين موجودين اهو زائد الرئوية اللي بتدعم كل رئة على حدة ودي الرئة اليسرى والرئة اليمنى تبقى اسفنجية الشكل بيبقى فيها تجويف كتيرة جدا طبعا علشان تحافظ على تبادل الغازات وفينا كرتين كورتين صغيرين قلنا عليهم الموجودين في الايه الغضروف يتم التنفس في الضفدعة اليافعة بالرئتين ده يبقى تنفس رئوي او من من خلال بطانة الفم يبقى ده تنفس فمي لانه طبعا رطبة وغنية بالشعرات الدموية او عن طريق الجلد تنفس جلدي غني بالاوعية الدموية ورطب أما اليرقانة أو اللي هي فيتنفس بواسطة إيه؟ الخياشيم وده تنفس خيشومي يبقى عندك تنفس رئوي أو فمي أو جلدي أو خيشومي التنفس الرئوي البلمنري Pulmonary يبدأ طبعا بعملية استنشاق الهواء عن طريق فتحة الأنف الخارجيتين ويحصل في انخفاض لقاعة تجول في الفم البلعومي طبعا عشان يقلل الضغط فيندفع الهواء للداخل. بعد كده يتم غلق فتحات الأنف الخارجيتين وارتفع تجويف الفم البلعومي يبقى الضغط بدأ يزيد وانت قفلت الفم فيؤدي إلى اندفاع الهواء إلى فتحة المزمار في الحنجرة إلى داخل الإيه؟ الرئتين حيث يتم عملية تبادل الغازات طبعا عندما تنقبض عضلات البطن يخرج الهواء من الرئتين عائدا طبعا لتجويف الفم البلعومي ثم تغلق فتحة المزمار والهواء ما يرجعش تاني يدخل الرئتين وبعد كده تفتح فتحة الأنف الخارجيتين ويرتفع تجويف قاع الفم في عملية عكسية خالص ويزيد تجويف الضغط الموجود في تجويف الفم البلعومي ويندفع الهواء إلى الإيه؟ إلى, إلى الخارج. وعندما تنقبض العضلات البطن نقول بقى عملية ده اللي هو الشهيق نقول عملية الايه الزفير وعندما تنقبض عضلات البطن يخرج الهواء من الرئتين للتجويف الفمي البلعومي خلاص الهواء دلوقتي خرج من الرئتين وصل لتجويف الفم البلعومي عندها تنغلق فتحة المزمار وتفتح فتحة الأنف الخارجيتين وارتفع قاع تجويف الفم البلعومي عشان يزود الضغط الموجود في تجويف الفم البلعومي وبالتالي يندفع يعني الهواء للخارج عن طريق الفم أو عن طريق فتحة الأنف الخارجي تاني في عملية تسمى عملية الزفير. التنفس الفمي اللي هو الأورال ريسبيريشن وقلنا ده عن طريق عملية تبادل الغازات داخل تجويف الفم البلعومي نفسه الذي يبطنه غشاء طلائي رقيق وغني بالشعيرات الدموية. أثناء عملية التنفس الفمي تظل فتحة الأنف فتحة الفم وفتحة المزمار مغلقتين طبعا عشان مش عايزين الهواء يدخل جواه احنا عايزين الهواء يبقى موجود في الفم حيث تفتح تفتح الأنف الخارجية تاني وتقفلان بينه وتقفلان بينما يرتفع وينخفض قاع تجويف الفم يعني حركة الهواء الوقت من الخارج للفم تجويف الفم ومتجويف الفم للخارج وبالتالي المزمار و الجزء الداخلي ده يفضل يظل ايه مقفل فتحه الفم مفتوحه وفتحه المسمار مقفوله الهواء يدخل ويخرج ويحصل تبادل غازات في الشكل ده فقط التنفس الجلدي ريسبيريشن وده طبعا يحدث عندما تكون الضفدعة في الماء وساعات برضو في اثناء عمليه الايه البيات الشتوي يساعد برضو في عمليه الايه التنفس لكن هو في الميه في الاساس طبعا تعتمد عليه تماماً كليا في عمليه التنفس تتم عمليه التنفس وتبادل الغازات بين الاكسجين المذاب في الماء والدم الذي يجري في الاوعيه الدمويه المنتشره في الجلد التنفس الخيشومي اللي هو ريسبيريشن من اسمه كده يبقى على طول في الاطوار المبكره اللي كان موجود في التيد بول او في أبو زنيبة عن طريق زوائر جلدية رقيقة آه، رقيقة الجدران وغنية بالأوعية الدموية تعرف في الخياشيم الخارجي وتقوم بعملية التنفس واستخلاص الأكسجين المذاب في الماء الصوت الفويس آه، يحدث نتيجة إيه؟ مرور الهواء داخل الحنجرة فيحصل اهتزاز للحبلين الصوتيين مما ينتج عنه احتجاج احتكاك في الكرتين الغضروفيتين اللي كانوا في الحنجرة ويؤدي إلى إحداث الصوت المعروف في ضوضاء نقيق وسبب بعض أواء الزفير انتفاخ الكيس الصوتي في الذكور وتزيد من قوة الصوت الناتج ويصبح حاليا ويسمى يعرف بنقيق الإيه الضفادع وبالتالي كيس الصوت ده عبارة عن مكبر للصوت الناتج نتيجة الإيه الاحتكاك الموجود ويسمع هذا الصوت بوضوح في فصل طبعا تزاوج وعملية استدعاء للإناث لعملية التزاوج